الاخوان بالنسبه لهذا الرياض هذا، فهذا نقطه سوداء بالنسبه لساكنه برشيفه. لازم كيجوز متهور بالسرعه، وكاينين الاطفال اللي كيخرجوا من هذا الرياض كيكونوا الوالدين ديالهم ملهيين وهما كيخرجوا ورا الكره ورا كيلعبوا مع بعضيتهم. لازم كيجوز بسرعه، ديك النهار شفت الموتور ضرب العائل بالناس وهرب. دائما الخطر هنايا، والله يحسن العون حتى ديك السيد اللي كيضرب ديك الطفل، والله يحسن العون الوالدين ديك الطفل وديك الطفل حتى هو. الحي الساكن هذا بيرشيفا يعني كنسكن قريب لهذا المنزه الرياض، يعني شحال من نهار كنلاحظ شي حوايج ماشي هما. هذوك بنادم كيجوز متهور بالسرعه، وكاينين الاطفال اللي كيخرجوا من هذا الرياض كيكونوا الوالدين ديالهم ملهيين وهما كيخرجوا ورا الكره ورا كيلعبوا مع بعضيتهم. بنادم كيجوز بسرعه، ديك النهار شفت الموتور ضرب العائل بالناس وهرب. ديك النهار نهضروا على الحديث هاد اليومين، هذيك كانت مقدره ومكتبه، ولكن الانسان خصو يمشي بشويه. وبنادم ما يعملش الحد ولا ما يعملش المسؤولين بورديوس وتحديد السرعه يعني خصو يشوفوا الحل، لان بنادم الاطفال اكثريه كيمشيو فيها هي الاطفال ضحيه. خصنا نديروا بورديوس يعني تحديد السرعه باش بنادم ما كيبقاش يمشي بواحد السرعه، فهمت؟ بنادم يعني يمشي بشويه بزز منه ومني انا، فهمتي؟ كي بنادم متهور ما كيعرفش المفاجات. هذا منزه الرياض، الاطفال كيمشي كيلعب كيخرج كيجري كيلعبوا مع بعضيتهم، البالون ماشي هو تابعه ما كتشوفش السياره ماشيه، بنادم ماشي بسرعه ما كيعملش الحسابات ديالو، فهمتي؟ ونطلبوا من الله يكون خير، ونطلبوا من المسؤولين يعملوا لنا هنا واحد بورديوس تحديد السرعه باش بنادم كيمشي بشويه، وبنادم كله ونطلبوا الله السلام. بالنسبه للكسيده اللي وقعت هاد اليومين هنايا، دابا دائما كيوقعوا معظم الكسايد كيوقعوا في هاد البلايص هادو هنايا، وواحد البلاصه راه فينا فوقي، وهنايا ديك السيده ديك الناس اللي ماتوا مساكن هنايا، يعني كسيده قاصحه، فهمتيني كيفاش؟ كسيده يعني، ودائما كيوقعوا هاد الكسايد هنايا. دابا حنايا كنطالبوا بديك بوليسي ميت اللي كنقولوا له حنايا في الشمال، بوليسي ميت خصهم يعملوهم مضاوبين هنايا في هاد الشارع هذا دخل كيدير الخوارزمي، فهاد الشارع اللي كيخرج من برشيفه شارع المملكه السعوديه، وهذه يعني تجزئه الخير، ودائما كيوقعوا هاد الكسايد، وكنطلبوا من الناس المسؤولين يجيبوا لنا ديك بوليسي ميت الله يرحم الوالدين ديالهم، لان خوتنا كيلعبوا في هاد الرياض هذا هنايا، هاد الرياض هذا هنايا كيسبب الخطوره بزاف، لان العيول صغارين بزاف والوالدين ديالهم كيهربوا لهم ديك العيول صغارين ما يقدروش يتحكموا فيهم. اذا خص المسؤولين يعملوا لنا بوليسي ميت اللي هو فهمتيني، يعني كينقص من السرعه وكينقص من هذيك، كينقص من الكسايد، والله يحفظ والله يحسن العون. دائما الخطر هنايا، والله يحسن العون حتى ديك السيد اللي كيضرب ديك الطفل، والله يحسن العون الوالدين ديك الطفل وديك الطفل حتى هو. حنا الاخوان بالنسبه لهذا الرياض هذا، فهذا نقطه سوداء بالنسبه لساكنه برشيفه. حنا فيما يخص هذا الرياض هذا وهذا الطريق هذه كتربط ما بين الرياضين، كاين الرياض من جهه اليمين والرياض من جهه اليسار، ولهذا حنا كنطالبوا من السيد الوالي والجهات المسؤوله على هذا الممر هذا انها توضع حد لهاد المشاكل اللي كاينه هنا. راه هنايا الرياض هذا الا كان غادي يخرج لنا واحد القتله والجرحى في المواطنين بلاش منه، ما خصناش هذا الرياض هذا يكون. ولهذا حنا كنطالبوا من المسؤولين ومن الجهات المختصه ان تشوف شي حل مناسب لهذا الرياض هذا، يا اما تعمل انتردي هنا، يا اما تعمل واحد الممر لتخفيض السرعه، يا اما تعمل شي حل من الحلول. لهذا حنا هذا الرياض هذا راه كيشكل خطر على المواطنين، وصبح كيعطينا قتلى وجرحى، وفي هذا الشيء هذا ما بقاش مساله ترفيهيه.
ولات مساله اللي كتعطينا القتلى والجرحى، ولهذا حنا ما خصناش هذا الشيء. هذا شحال الحوادث وقعت مؤخرا؟ الحوادث كثيره، الحوادث دابا هذه الحوادث اللي كتعطي قتلى وجرحى اللي كتبان. حنا كساكنين هذا الحي هنايا ومقيمين في هذا الحي هنايا، وكنستعملوا هذا الرياض هذا بالنسبه لوليداتنا وبالنسبه لنا، هذا راه كتعطينا قتلى كثيره. يعني دابا هنايا انا راه عندنا هنا قتلى، هي دابا والبارح هنايا قتلى، والبنت باقا صغيره معاقه مسكينه طاروا لها رجلها، شنو الدم ديالها؟ انا كنتجه لاي مسؤول يتخايل ان هذيك بنيته هذيك بنته وطاروا ليها رجلها، واش غادي يعمل الحل ولا لا؟ ولهذا انا كنطلب من السيد الوالي والساده المسؤولين على الشان والتدبير هذه المدينه هذه انهم يشوفوا لنا شي حل مناسب لهذا الشيء هذا، حتى اننا نوقفوا هذا النزيف ونوقفوا هذا الشيء هذا اللي يعني صراحه كيأرق، ما كيعطي ما الرياض كيشرف، الرياض كبير، الرياض ممتازه، الرياض متنفس للجميع، انما من غادي يعطينا حوادث اللي كتعطي قتلى وجرحى فهذا ما كي هذا الشيء هذا ما صراحه ما. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.